بعدما قاموا بإهانته فاجأهم بالرد الأنبا رافائيل معلقا على تطاول روزا اليوسف علي. علق الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة السكرتير السابق للمجمع المقدس على تطاول مجلة روزا اليوسف عليه ووضع صورته بجوار الإرهاب الخائن مرشد الإخوان محمد بديع. وقال رافائيل في بيان نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة: علمني أن أحول الصليبين إلى كارزين، ألم تعمل ذلك مع لونجينوس قائد المئة ومع كثيرين ممن قالوا أصلبه أصلبه دمه علينا وعلى أولادنا؟ مضيفا: وبعد 50 يوما من جحودهم نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. واختتم: أتخيل لو أنك منتقم جبار سريع الغضب وقد قضيت على هؤلاء بالعجلة، لخسرنا بولس ولنجينوس وجمعنا كثيرا من المسيحيين. آه لو أتعلم منك أن أطيل أناتي على الناس فيتحولون إلى أصدقاء. ربي يسوع علمني أن أكسب أعدائي بدلا من أهزمهم بعد أن كانوا ينسبون للعداء بلا سبب. أعطني أن أحب وأن أحتمل الجميع. الخبر منقول من الأقباط المتحدون. دمتم بخير.